خطأ هذا. فلهذا بعضهم يقول اللهم صلي على محمد وآل محمد، خطأ خطأ خطأ، اللهم صلي على محمد وآل محمد بدون ياء. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذه هي الصيغة الصحيحة، هذه هي الصيغة الصحيحة. أما مسألة الإتيان بالياء فهي مشكلة جدا لو كنتم تتنبهون. الياء لما نلحقها فيها إشكال كبير، لا أنه مجرد أن نقول هذا خطأ. تعرفون أن بعض علماء المخالفين قال من جاء بياء في صلي وكان ملتفتا فهو كافر. لماذا إخواني؟ لأن فعل الأمر، فعل الأمر متى تلحقه الياء؟ إذا كان يخاطب به المفردة المؤنثة، اكتبي اقرأي. إذا أريد أن أقول أمرها بالصلاة أقول صلي، صلي يا امرأة، صلي، آتي بياء. فأنا أقول اللهم صلي، كأن أقول يا رب اقرأي اكتبي، فجعلت الله مؤنثا، وهذا غير صحيح. لذلك هذا العالم الذي هو غير شيعي يقول إذا كان ملتفتا إلى أن إلحاق الياء يدل على التأنيث فجعل الله مؤنثا، ومن جعل الله مؤنثا كفر. لذلك إخواني لا نقول لا اللهم صلي على خطأ، خطأ فادح هذا، المفروض أن نأتي بها صحيحة. لذلك بالنسبة إلى عموم الشيعة ينبغي أن يتنبهوا إلى هذه المسألة. أهيب بأئمة الجماعة في المساجد الأخرى أن يصححوا قراءة المصلين الذين خلفهم في الصلاة على النبي وآله. لا